مبروك انطلاقة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم، عرض أكتر من رائع، نتيجة بسطت الناس جدا. أخد رأيك كده في المباراة وفي انطلاقة المشوار بداية بالنسبة لتصفيات كأس العالم لمنتخب مصر. أولا مبروك لنا كلنا، لأن كل مصر أمل أمل أي فريق أو أي بلد إن فرقتها توصل كأس العالم، فده أملنا إن شاء الله إن فرقتنا توصل كأس العالم. وبالتالي خصوصا إن آخر بطولة إحنا ما وصلناش، أي وصلنا 2018 كنا قريبين بس يعني وبعدين بضرب الترجيح أي في نهاية المباراة احنا حظنا يعني وحش يا كابتن فتحي كان في تصفيات كأس العالم دي، مش عارف ليه ما بتعشلناش تصفيات، يعني البداية لازم يبقى في مطبات صعبة. نقدر نقول بداية موفقة. أي البداية فيها معنويات فردية للعيبة خصوصا صلاح، إن سوبر هاتريك، ودي بتدي معنويات عالية للفرقة كفرقة، للمدربين، للجهاز الإداري، للاتحاد، للجمهور. فأصبحنا كلنا دلوقتي في بوتقة واحدة، كلنا في مكان واحد، وبدأنا المشوار بقوة، وبتدي إنذار لبقية الفرق اللي بيلعبوا معاك. أنت عندك 4 فرق تانيين في المجموعة، أيوة. فأنت برضو دي بتديهم إنذار، بتقول لهم أنا جاي، أنا مش بهزر، أنا داخل، أنا بسجل، وبسجل في أي وقت، وبسجل بأي طريقة، وبسجل بكذا أسلوب. فإذا دي بتبقى بغض النظر عن جيبوتي، يا طبعا جيبوتي مصنف بيتعدي ال 150 من الرينك بتاع الفيفا، يعني ايوه داخل على 170، فطبعا المسافه الفوارق بعيده. كبيرة قوي. لكن نقدر نقول ان بدايه موفقه، وان شاء الله تكتمل بكره في مباراه سيراليون.